مين من الفنانين والفنانات قابلتيهم توقعت لهم حاجة، حذرتيهم من حاجة ما سمعوش الكلام أو سمعوا الكلام؟ كتير زي يعني كتير ناس، مش شرط يكونوا فنانين بس يعني ناس. شخصيات عامة، خليني أفتح السؤال. بالظبط، أقول لهم خدوا بالكم من حاجات معينة. في ناس بتسمع الكلام وبياخدوا بالهم وبيعدوا. مين بيسمع الكلام؟ هي واحدة الله يرحمها كانت منتجة، الله يرحمها، وكانت سألتني ماهر فريد شوقي ولا مين؟ لا وقلت لها على حاجة بس عشان هي يعني خلاص توفت يعني، فمن بدون ذكر أسماء. ف يعني قلت لها وسمعت الكلام طب قلت لها والحمد ايه؟ لله عدت معاها السنة. يعني قلت لها هي سنة صعبة بس لازم بلاش تاخدي تنتجي بالك. افلام السنه دي، بلاش تغامري. يعني على المستوى الشخصي كانت يعني حاجة على المستوى الشخصي، وسمعت وعدت منها. في ناس تانية لا، يعني ممكن اقول لهم انه السنة دي يفضل انك ما ترتبطش، ما تعملش خطوبة رسمي، ما تعملش فرح جواز رسمي، يصروا ان هم عايزين يتجوزوا بس. يعني الناس تقول لهم انتوا كده يعني مش هتتقابلوا مع بعض خالص وبرضه او يتجوزوا. مش ده الوقت المناسب، يعني ساعات بيبقى البداية هي المهمة. والله يعني توقيت انا عملت ايه ممكن يفرق، توقيت بالظبط، شغلانة يعني جديدة انت ممكن نفس ادخلها. الشخص ده لو اتجوزوا في سنة اللي بعدها هيبقى فيه نجاح، بس لو بدأوها دلوقتي مش هيبقى فيها نجاح. زي الزرع بالظبط، عارفة الزرعة اي لما تزرعيها في وقتها هم تنمو، لو اتزرعت في غير وقتها مش هتنمو. اي فهي دي النظرية يعني بالظبط كده. لكن في بيبقوا مستعجلين الموضوع بيفشل. هل مرة قلتي حاجة لحد، نصيحة أو معلومة أو تنبؤ، وحصل رد فعل عنيف، حصل مشكلة، رد فعل مش كويس، حسيتي إنه في إيه، أو على الأقل غير متوقع، رد فعل غير متوقع، إيه اللي حصل؟ يعني واحدة برضو كنت في صحفية، وقلت لها توقع، أنا بقصد تاخد بالها يعني. فلقيت إنه رد فعلها كان عنيف جدا، لأن هي شخصية متفائلة، ما مش بتقبل خالص إن أي حد يقول لها أي حاجة سلبي. سلبية. فكان رد فعلها عنيف، لا ما تقوليليش حاجة وحشة، لا ما تقولي يعني، طب يعني انا بحذرك. بحذرك مش لكن للأسف هي كان رد فعلها عنيف، بس للأسف كل اللي انا قلته لها حصل. ما كلمتكيش بعدها؟ لا خلاص، ما هو اللي انا قلته لها حصل. هي كانتش عايزة تسمعه. انتي مهندسة اصلا، ايه علاقة الهندسة بعلم الفلك والابراج والارقام؟ العلاقة تعتبر يعني وطيدة. أول حاجة إنه أنا بفكر بطريقة علمية، يعني دايما المفروض إن اللي بيدخلوا كلية هندسة دول بيكونوا بيفكروا بطريقة علمية، وأنا كان الموضوع بتاع الأبراج ده شاغلني جدا. أنا كمان بحب الناس وبحب أكتشف صفات الناس، بس كنت بلاحظ إن الصفات غريبة يعني تنطبق جدا، وما كنتش مؤمنة أبدا بالتوقعات، بس الظروف يعني خلتني سافرت مع شغلي أمريكا وشفت وفوجئت إنه في مراجع. يعني كنت رايحة أشتري كتب بتاعت ليندا جودمان في الكاركترز بتاعت الناس، يعني الشخصيات. الشخصيات صفات دي متخصصة قوي في ايوه مشهوره طبعا. ففوجئت إنه في ديبارتمنت أو قسم يعني مليان مراجع وبتتكلم عن التوقعات، هو اساس علم الابراج هو التوقعات. اتفاجئت يعني، فقلت طب وانا ليه برفض الفكره؟ طب ما انا ادرس الموضوع واقرا واشوف ايه الحكايه يعني، فانا بحكم عليها بطريقه عقلانيه علميه يعني، وبحث ان انا دخلت في الموضوع كنوع من البحث، فجبت المراجع وبدات اقرا واطبق، واكتشفت ان الموضوع علمي جدا. علاقته بالهندسة كمان انه اكتشفت انه
مواقع النجوم بالنسبة لل أو الأبراج، ما الأبراج هي نجوم، مجموعات نجمية، فمواقعها بالنسبة للكواكب بالنسبة للأبراج بتعتمد على زوايا هندسية. يعني لما يبقى في مثلا كوكب عامل 90 درجة مع البرج، ده يبقى وضع سلبي. لما يبقى 180 ده وضع سلبي. لما يبقى 30 أو 60 درجة ده وضع إيجابي. أوكي، ازاي فهي اثبت بقى؟ إيه؟ انا عايزه اثبت برجي، ما بيثبتوش. عايزه هي اثبت برجي اسمها في 30 او 60 عشان ابقى دايما وضع ايجابي. ايوه، هي اسمها الكواكب السيارة. بتتحرك بالظبط. فهي ماشية. ايه الكواكب اللذيذه اللطيفه؟ المشتري كوكب الحظ، ده بيقعد سنة في البرج. الكواكب الشريره؟ بلوتو زحل، طبعا، زحل وبلوتو. وزحل بيقعد 2.5 لـ3 في كل برج. فبيطول. زحل ده أسوأ يعني حاجة. الحلو كمان في الحب فينوس، في العلاقات عطارد، بس دي كواكب سريعة. يعني عطارد يقعد 3 أسابيع في كل برج، فينوس بيقعد، عطارد بيقعد أسبوعين، من أسبوعين لـ3، بس بيتراجع 3 أسابيع. فينوس بيقعد 3 أسابيع في كل برج.